رجال الدفعات كتلة أهل الهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. يعطيكم العافية جميعا، وأهلا وسهلا فيكم في الجزء الخامس من المادة. اليوم صار نحكي عن البرونكيال تري واللنجز. زي ما أخذنا في المحاضرات الماضية إنه التست كافيتي منقسم لقسمين، الميديا ستاينم وحكينا عنها في المحاضرة الماضية، وإن شاء الله اليوم راح نحكي عن البلوري اللي هي جمع بلورا اللي بيكونوا على اللاترال سايد ومداخلهم اللنجز. طيب خلينا بالبداية نحكي عن اللنجز وكيف تكونهم. نكون عارفين بالبداية إنه اللنجز تتكون أو بتطلع من تيوب بنسميه لارينجيو تريكيال تيوب أو تيوب. نكون عارفين إنه في جزء بنسميه اللي هو الكافيتي اللي بيكون محل اللنجز بنسميه الكويماك كافيتي، تمام. بعديها لارينجيو تريكيال تيوب هاي بتكبر شوية، بتطلع لها إشي بنسميها لانج بود اللي هم براعم اللنج. بعديها هدول البراعم بيكبر شوية على هذا الجزء وبصير عملية invagination للكويمك كافيتي أو اختراق للكويمك كافيتي، ببلشوا يكبر شوي شوي عبين ما يعطونا الشكل النهائي لللنج. وزي ما حكينا الشكل النهائي بيكون متقسم للتريكيا، وهون عندنا اللنجز، وفي عندنا من داخلها الفيسرال بلورا، ومن الخارج البرايتال بلورا، وبيناتهم البلورال كافيتي، تمام. هسه ان شاء الله راح نحكي عنهم اكثر. طيب خلينا نبلش بالبرايتال لاير او الجزء الخارجي اللي هو بيجي هون، تمام. الجزء الخارجي مش اللي ملاصق لللنج، الجزء اللي على جهه التشست وول. بنكون عارفين او احنا زي ما احنا شايفين بيكون لاترال سايد، في عندنا التشست وول ملاصق في البرايتال لاير او البرايتال بلورا، ومن تحت في عندنا الدايفرام، وفرام ميديالي بيكون في عنا بيكون ملاصق الميديا ستاينوم، تمام. يعني الميديا ستاينوم بيكون لاترال لإلها اللي هي البرايتال بلورا، تمام. وكنا عارفين انه الجزء الثاني عندنا الفيسرال بلورا اللي هي جاي الجهة الداخلي، تمام، بيكون محيط فيها من كل مكان اللي هم اللنجز، تمام، هم الرئتين طبعا. وبكون في عنا اشي اسمه بين بيقسم الفيسرا البلورا تمتد وتقسم لنا اللانجز، تمام، لاقسام بنسمي هاي الامتداد فيشرز، وهون بنسميهم انترالوبر فيشرز. يعني هدول الفيشرز بيقسمون الرئة للوبس معينة او لاجزاء من اللوبس، تمام. طيب وبين نكون عارفين انه بين زي ما حكينا بين البرايتال بلورا وبين الفيسر بلورا في عندنا زي كافيتي، تمام، او تجويف، بضل في عندنا فراغ سبيس قليل بيكون داخله فلويد، تمام، نسميه البلورال فلويد اللي بيكون بيملا التجويف هذا. وهذا الفلويد فائدته انه بيعمل لنا بيمنع الفريكشن بين البرايتال والفيسرال بلورا، ويعني مساوي عملية أو إشي نسميها lubrication، زي تزييت بين اللايرين هذول. ونكون عارفين معلومة مهمة أخذناها بالفيسيولوجي إنه هاي الكافيتي تعطينا نيجاتيف برشا، وهي إشي مهم جدا عشان يعمل لنا عملية التنفس أو respiration، فكونوا حافظين إنه الكافيتي هاي فيها نيجاتيف برشا، تمام. وخلينا نحكي زي معلومة على الماشي، إذا صار في بنتريشن لهاي الكافيتي أو اختراق لإلها سواء مثلا بسكينة أو إشي زي هيك، الإسعاف الأول لإلها إنه إحنا ما نشيل السكينة أو ما نشيل الإشي اللي اخترقه، نخليها مكانها. ليش السبب؟ عشان نظل محافظين على النيجاتيف البرشر داخلها. إذا شلنا السكينة أو الإشي المخترق راح يصير في عنا، راح يدخل هواء أو راح يدخل برشر، راح يصير في عنا بوزيتيف بريشر، وهذا الاشي راح يمنع عنا عملية التنفس او راح يوقف عنا عملية التنفس، والمريض او المصاب بصير عنده عملية اختناق. فنكون عارفين انه هاي الكافيتي مهمة جدا بعملية التنفس، وبرضو الها دور بلوبريكيشن بين اللاير، تمام. طيب هسا بالنسبة للانرفيشن او النيرف سبلاي للبلورا،
نكون عارفين ان البرايتا البلورا عفوا بتاخذ بتاخذ الانرفيشن من مكانين، واللي هو الفرينيك نيرف اللي بياخذ لنا من جهة الميديا ساينم او من الجهة الداخلية لإله، ومن جهة الديافرام تمام، ومن الجهة اللاترال باخذ من انتر كوستال نيرف وهي ام تي 1 لتي 11 تمام. البرايتال البلورا بيكون عندها قدرة على الإحساس بالبين، تمبريتشر، التاتش والبرشر تمام، بينما الفيسرال البلورا اللي هي بتيجي ملاصقة لللانجز ما بتكون تحس بهاي الشغلات، أو ما بيكون عندها استشعار لهاي الشغلات، بيكون عندها استشعار فقط للستريتش، لما تكبر اللانجز يصير لها توسع، الفيسر بلورا تقدر تعملها استشعار تمام. طيب الفيسر بلورا بتاخذ السبلاي تبعها من البلمونري بلكسس تمام، اللي هو بتكون من الفيجاس نيرف والسمباثيك ترانك، اللي هم احنا حكينا الفيجاس نيرف هو رقم 10، كرانيال نيرف رقم 10، والسمباثيك ترانك بتاخذها من الجانجليون اللي هم مسؤولين عن الاوتونوميك سبلاي لهم اللي احنا ما بنكون شاعرين فيه. يعني الاسئله بتيجي مباشره على هاي الاسئله على هاي الماده او على هاي السلايدات، كونوا حافظين الفرينك نيرف C3 C4 C5 وكيف هو بمده من الداخل من الخارج عند الكوستر نيرف، والبلمونري بلكسس بتكون من الفيجاس نيرف سمبثيتك ترانك تمام. تمام بالنسبة للتريكيا خلينا نحكي التريكيا او الرغامة هي الكونتينيويشن من اللارينكس، بنعرف اللارينكس الحنجرة نهايتها بنقسم عندنا جزئين، الجزء اللي بيروح للاكل في الاسفيجاس وجزء الهواء او الهواء بدخل على التريكيا تمام، اللي بتكون على مستوى الكريكويد كارتليج اللي على مستوى سي 6 تمام. طيب من عند الكريكويد كارتليج بلش التريكيا بتمشي تقريبا 11 سم عند البالغين، وبتنقسم عندنا للرايت والليفت مين برونكاس تمام، القصوات الهوائيه الرئيسيه. نكون عارفين انه التريكيا مكونه من كارتليجينس ممبرانس تيوب، اللي هو هذا التيوب يكون من الامام مكون من يو شيب كارتليج على شكل يو شيب، ومن الخلف لو في صوره اوضح، ومن الخلف بيكون مكون من ماسلز بورشن تمام، الجزء اللي بيكون فيه الماسلز اللي هو اللي من الخلف. ليش هذا الجزء بيكون ماسلز؟ لانه الاسفيجاس لما يمشي فيه الاكل بده يتوسع، الاسفيجاس ماسل فراح يتوسع، فعشان يكون التوسع سهل او يمشي الاكل فيه بسهوله بيكون المسلز بورش تبعته من الاسوفيجاس تتمدد كمان عشان ينزل الاكل بسهوله تمام، والمسلز هاي بنسميها التريكلز ماسل. طيب في ملاحظات او نكون عارفين انه بدايه التفرع للمين برونكاس بيكون على مستوى الانجل اوف لويس او الاسترنال انجل. طيب البلد سبلاي للتريكيا بيكون الابر تو ثيرد من الانفيرير ثايرويد ارتيز، من اللور ثيرد من البرونكيال ارتيز. الانرفيشن او النيرف سبلاي بيكون من الفيجاي نيرف او الليفت او الرايت فيجاس نيرف، والماسلز بورشن اللي حكينا عنه بيكون ماخذ من السمباثيتك ترانك او من السمباثيتك بيكون ماخذ نيرف سبلاي من السمباثيتك ترانك. يعني أسئلة فورورد تيجي يكون حاطين وإن شاء الله ما بيجي عليها أسئلة صعبة أو أسئلة معقدة. طيب بالنسبة زي ما حكينا بنهاية التريكة راح ينقسم عندنا البرنسبل برونكاس أو المين برونكاس الليفت والرايت. الرايت بيكون عندنا مور وايدر زي ما احنا شايفين هون بالصورة، مور وايدر وشورتر أند مور فيرتيكال. ليش وايدر وشورتر؟ لو في صورة نفرجيكم زي ما احنا شايفين هون الرايت لانج راح تكون اكبر من الليفت لانج. ليش؟ لانه الليفت لانج راح يكون بداخلها كمان او بيكون محيط بها القلب، القلب بيكون مصغر الرئه شوي الليفت لانج، بينما الرايت راح تكون كبيره اكبر من الليفت، عشان هيك راح يكون مجرى الهواء تبعها او البرونكس تبعها اكبر لانه بده يدخل هواء اكثر، وشورتر لانه الرايت لانج فيها 3 لوبس، اللوب اللي هو الفص او الجزء طلعوا زي هيك، هذا جزء وهون جزء وبالنهايه جزء سوبيريور ميدل وانفيريور، فراح يكون شورتر لانه بده يتفرع ابدر من الشمال اللي فيها بس تو لوب سوبيريور وانفيريور، فعشان هيك بيكون الرايت وايدر
وايدر شورتر او مور فيرتيكال. اما الشمال بيكون نرور ولونج لونجر ذان الرايت لونج. طيب تقريبا طول الرايت برونكاس بيكون 1 انش، اما الشمال 2 انش. وبرضه الليفت برونكاس بيكون ان فرونت اوف الاورطه، تمام. الاورطه بتكون ان فرونت اوف الليفت برونكاس، تمام، بيكون الامام البرونكاس اللي هي الاورطه اللي طالعه من القلب. طيب طبعا بعد المين برونكاس سواء يمين وشمال، اليمين منقسم عندنا لثلاث اجزاء: السوبيريور لوبر برونكاس وميدل لوبر برونكاس وانفيريور لوبر برونكاس عفوا. بس نكون عارفين ملاحظة انه السوبيريور لوبر برونكاس بيكون قبل الهايلم، منطقة الهايلم اللي هي المنطقة الواصلة بين البرونكاس واللنج، تمام. قبلها بيكون تفرع عندنا السوبيريور لوبر برونكاس، ومن تحتها بيكون الميدل والانفيريور، بينما الشمال بتكون طبيعي تفرع عندنا السوبيريور برونكاس لوبر برونكاس والانفيريور لوبر برونكاس. طيب في عندنا هون زي ملاحظه كمان على الماشي، اللي هي اذا صار انهيليشن لفورين باديز راح يدخل عندنا بطبيعه الحال على الرايت لانج. ليش؟ لانه زي ما حكينا راح تكون وايدر لانها اكبر، وشورتر لانه تفرعها راح يبلش ابطر، راح بالغالب عند الاطفال اذا بلعوا شيء راح يروح عندنا على جهة الرايت لانج، ما راح يروح عندنا على الليفت لانج، تمام. طيب خلينا نشوف بس كيف بيكمل التفرع عندنا من فروم تريكيا. زي ما حكينا بعد التريكيا بيكون في عندنا البين المين برونكاس عفوا او البرايمري برونكاس. بعد البرايمري برونكاس حكينا بروح على اليمين سوبيريور سوبيريور وميدل وانفيريور لوبر برونكاس، وعلى الشمال بس ابر او سوبيريور وانفيريور لوبر برونكاس، اللي بنسميهم كمان سكندري برونكاس، تمام. اذا صار عندنا برايمري بعديها سكندري بروحوا ثلاثه، بعديها بصير في عندنا تيرشري يعني الثالث او القسم الثالث اللي هو التيرشري برونكاس. بيظلهم ينقسموا زي ما احنا شايفين هون بكل لوب، بيظلهم ينقسموا اقسام 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 صغيره عبين ما يوصلوا للبرونكيولز. البرونكيولز شو بيختلفوا عن البرونكاس؟ انه ما فيهم غضروف، تمام، ما فيهم كارتليج، فهذا الفرق بيناتهم. البرونكيولز بظلهم ينقسموا عبين وصلوا لنا لشيء اسمه تيرمينال برونكيول، اللي هو اخر برونكيول بيكون بيعمل عملية الغاز اللي بيوصل لنا الهواء او الغاز، تمام، بس ما بيعمل عملية الغاز اكسشينج. وين بيصير الغاز اكسشينج؟ from respiratory bronchiole لعند الافيلوس، تمام. ببلش عندنا respiratory bronchiole، بعديها الافيلار داكت، بعديها الساكس، هذا الافيلار ساكس، بعديها الافيلوس اخر اشي، تمام. من respiratory bronchiole للأفيلاس كل هاي الأجزاء بيكون فيها غاز إكسشينج، تمام. طيب وزي ما حكينا بيجي الأسئلة مباشرة. طبعا في سؤال تقريبا كل سنة بيجي اللي هو الترتيب، فكونوا حاطين ترتيب تريكيا بعديها برايمري بعديها سكندري أو اللوبر برونكاس وبعديها التيرتشري، بعديها بلش عندنا البرونكيول ريسبيراتور برونكيول، وبعديها أفيلار داكت، بعديها ساك، بعديها ألفيوس، تمام. كونوا حافظينهم لأنهم بيجوا بالترتيب رتب هذول أو شو الترتيب الصحيح لإلهم. طيب زي ما حكينا بعديها بصير في عنا هاي السلايد بتشرح إنه كيف بعد بعد المين برونكاس بصير عنا السكندري برونكاس اللي أو اللوبر برونكاس، ثلاثة هون وعلى الشمال، على اليمين ثلاثة وعلى الشمال اثنين. بعديها بيجي عندنا التيرشري، بعديها بضل ينقسم عبين ما نوصل لنا البرونكيول. البرونكيولز حكينا ما بيكون فيهم كارتليج، ونكون عارفين المعلومة المهمة انه هم تحت اللي بيكون تقريبا يعني الدايمتر تبعهم 1 مليمتر، تمام. فممكن يجي سؤال شو التيوب او وات ذا نيم اوف تيوب مثلا الدايمتر تبعه
less than 1 مليمتر تكون عارف انه هو البرونكيول مش البرايمري ولا السكندري برونكاس، يكون البرونكيول او ممكن يجي العكس، يكون عارفين انه 1 مليمتر هو الدايمتر اللي تحت بكون برونكيول، اللي فوق بكون في كارتليج او بكون برونكاس. تمام. طيب وزي ما حكينا بعدها بعد ما البرونكيول يتفرعوا بيوصلون لعند التيرمينال برونكيول، بعدها بوصل بتبلش عملية الجاز اكسشينج من عند الريسبيراتور برونكيول لعند الأنفلس. طيب خلينا نيجي نحكي شوي عن اللنجز. زي ما احنا بنعرف انه لون اللنجز واحنا صغار بيكون بينك، مع العمر ومع الدست اللي بصير احنا نتنفسه والتدخين احيانا ممكن مدخنين حتى بتصير لون رئتهم سوداء. تمام، بلش يغمق اللون مع العمر. طيب واحنا بنكون عارفين اللي بيكون فاصل بين اللنجز هذول، هذا الفاصل شو بيكون داخله؟ الميديستاينم واجزائها اللي حكينا عنهم الهارت وغيرها. طيب ونكون عارفين انه الرئه هي عضو منفصل ما بيكون شابك مع شيء الا من خلال الهايلم اللي اخذناه. تمام، الهايلم هذا اللي هو ببلش من عند الروت اللي بيفصل لنا الرئه تمام عن التراكيا والميدياستاينم. طيب لو نيجي نطلع على الشيب تبع اللنج، بنشوفه اول شيء هو من فوق عنده بلانت ايبكس. تمام، يعني ايبكس كثير محدب شوي فلم. بيجي عندنا from من عند الكوستال الوول او من عند الكوستال، بيجي عندنا كونفكس مقوس تمام او محدب، ومن الداخل بيكون كونكيف. تمام، وفروم انفيريور اسف يكون بيكون عندنا جاي بشكل كونكيف مقعر. تمام، لانه الدافرام بيكون كونفكس. طيب ونكون عارفين انه الـ from anterior بيكون في عندنا thin، الـ anterior surface بيكون thin، والـ posterior بيكون wider نوعا ما او thicker. يعني معلومات تكون حافظينها ممكن تيجي مثلا انه مين thin مثلا anterior border ولا الـ posterior border، من عند diaphragm هل هو convex ولا concave. يعني اسئلة بتيجي straight forward وما فيها مشاكل ان شاء الله. طيب خلينا نيجي بس زي ما حكينا او شفنا انه الرايت اكبر، الرايت لانج اكبر من الليفت لانج، وبيكون فيها 3 لوبس، السوبيريور اللي هون والميدل والانفيريور. تمام، شو بفصل بيناتهم؟ اللي هو الهوريزونتال فيشر تمام والاوبليك فيشر، بفصل هذول اللوب للاسماء اللي اخذناها او الثري لوبس اللي حكينا عنهم. في الليفت لانج بتكون زي ما حكينا بس فيها 2 لوبس اللي هم السوبيريور والانفيريور، بيناتهم 1 فيشر اللي هو الاوبليك فيشر. طيب بالنسبة للانرفيشن لللنجز بكون ماخذ انرفيشن من البلمونري بلكسس، واذا بتتذكر وين ذكرنا البلمونري بلكسس كمان في عند الفيسيرال بلورا. تمام، فكون ممكن يجي سؤال مثلا البلمونري بلكسس ايش بغذي؟ الفيسرا بلورا لحالها، اللنجز لحالها، او الفيسرا بلورا مع اللنجز، واخر خيار مثلا بيكون البرايتال بلورا مع اللنجز مع الفيسرا بلورا. تكونوا عارفين انه البلمونري حاليا احنا اخذنا البلمونري بلكسس بغذي اللنج والفيسرا بلورا. بالنسبه للبلد سبلاي احنا نكون عارفين او احنا عارفين انه اللنج بيصير فيها جاز اكستشينج. تمام، بيجي لها البلمونري ارتيز بيغذيها وبيعمل جاز اكسشينج وبيرجع للقلب، ولكن مش الخلايا السيلز تبعات اللنج ما بتاخذ الدم من هذول او ما بتتغذى من هذول، بتتغذى من سبلاي لحالها من عند البرونكيال ارتيز. تمام، من عند البرونكيال ارتيز بتاخذ السبلاي تبعها وبصير درينج في البرونكيال فينز اللي بدورهم بصبوا بالازايجاس على جهه اليمين والهيم ازايجاس بين على جهات الشمال. تمام، هيك بتكون انتهت المحاضرة. يعطيكم العافية جميعا ويومكم سعيد.